السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا معكم ريناد، وأخيرا نزلت مقطع أسف على السحبة اللي دامت 5 شهور من 4 شهور. صراحة ما أساسا صرت ما أشيك على القناة ولا أدخلها، يعني أنا طول وقتي على اليوتيوب أتفرج لكن ما أشيك على القناة. طبعا متواجدة في التيك توك وكذا والإنستغرام، بس إن الإنستغرام والتيك توك كلها يعني ما تتكلم عن روبلوكس ولا لها أي صلة بروبلوكس ولا لها أي صلة، إنه مثلا لو أحد شافها هي يعرف إني أنا مثلا ريناد اللي بتيك توك. لا طبعا سبب القطع الدعم، معلش. تدرون إني وصلت 2000؟ والله ما أكذب عليكم، وقطعت عن قناة شهر. دخلت اللي هو المنتدى حق اليوتيوب لقيتني 1920، تخيلين يعني نقصت تقريبا 80 مرة، يعني انخرجت وكل متابعيني اللي كانوا جديدين كلهم راحوا، وذحين اسمه متابعين تقسمت. صراحة ما عندي متابعين، قدام طايح طايحة لا إله إلا الله. طبعا ما أدري ليش، بس اليوم أقول لكم فكرة المقطع. فكرة المقطع اليوم يعلمكم كيف نمنتج أو كيف نسوي تصاميم ومونتاج. أنا ما سويت تصاميم على العموم كثير بروبلوكس، أساسا ما صرت أدخل روبلوكس كثير بسبب تحديثاتهم اللي ما أقدر أسد. أولا غير الفيسات، الفيس اللي شريته بألف روبوكس شوف كيف خلوه يعني خايس مرة، يعني ما أدري كيف أقول لكم بس مرة خايس، يعني صار مرة خايس، كل الفيسات متحركة صارت كأنها لعبة أطفال. أنا لي دحين ألعب روبوكس من 2019 لي 5 سنين، ألعبها من يوم من عمري 9 أو 10، أنا دحين عمري 15 وباقي لي كم شهر. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو، الفيديو أعرف بكل مقصير، فبسالف معكم شوي بتكلم لكم عن إيش سويت بالأربع شهور دي. يا جماعة بالأربع شهور دي حاولت أني أطور نفسي أكثر، والمشكلة يا جماعة أنا ما يمديني أبين وجهي. أوكي أولا أقول لكم صراحة أهلي ما هم حابين، وصراحة أنا من ناحيتي شوي إن أنا مقصتي صغيرة، إنه حتى لو تورط ترى باليوتيوب أقسم بالله ذي الأيام ما في شهرة. أنا أقول لك اليوتيوب أنا ذحين لي أقسم بالله قرابة 4 سنين في اليوتيوب، وبالعافية جبت يعني بالعافية تعب من جد جبت 1000 مشترك، وكنت بعض الأحيان صدق أتعب على مقاطعي. في بعض المقاطع أقسم بالله بالقناة انحذفت ما أدري ليه، في فلوق مرة تعبت عليه حذفوا القناة، قالوا لي حقوق نشر وأنا مكتوب حاط فيه لا أغنية ولا أي شيء، يعني يقول إنه حقوق نشر القنوات الثانية. ف يعني بهذا الأربع شهور حاولت أطور نفسي أفكر فيه أنه أنا لاني معتزلة ولاني مثلا مستمرة في القناة كذا، يعني مخليتها معلقة على قولتهم. فحبيت اليوم احنا ذحين بالإجازة ذي اللي مع الجامعات، عارفين اللي هي درسنا شهر ونص ورجعنا. طيب هذه صراحة إجازة أول مرة تصير بالسعودية، يعني هذه فكرة جديدة. سو يعني أجزنا مع الجامعات، وحاب أصور المقطع. احنا بعد يومين نطلع استراحة. تذكرون البنات اللي صورت، بحط لكم صورة المقطع، تصورت معهم زمان. طبعا تصورت جزءين من بنات خالاتي، هم بنات خالات أمي. أوكي فضحت العائلة. أوكي أني صورت معهم مقطع زي كذا، وكم مرة فلا يا جماعة بحكم أن صغار كل مثلا أصور لكم فلوق أني أتكلم، بس ما رح طبعا هم يتكلمون ولا يبينون يدينهم ولا أصواتهم. ليه؟ ممكن هم ما يرضون، ممكن ما أدري، بس أنا ما كلمتهم لأن أحب الموضوع. بس أنا بصور لكم المقطع عن تجهيزات وزي كذا، بس طبعا ما رح بين وجه، أنتوا عارفين الموضوع. ويعني سواء إذا أنتوا حابين اكتبوا لي تحت التعليقات. هذا المقطع إن شاء الله يوم الأحد بالكثير بينزل، أنا صوره يوم السبت. أنتوا شايفين لا الأحد الحين 9/3 إلى 7 يناير بالكثير 7 يناير، يعني اليوم بينزل. إحنا ماخذين الاستراحة يوم الاثنين 8 يناير، وإذا قدرت أصوره أنزل اليوم اللي بعده، يعني أمنتج على السريع وأنزل اليوم اللي بعده، فاهمين قصدي؟ فاكتبوا لي تحت التعليقات إذا أنتوا نفسكم إني أنا يعني صور ونزل التجهيزات وكذا، وإذا هم حبوا أصور ترى ما عندي مانع، وإذا هم ما عندهم مانع بعد بصور صوروا ونستنا أشياءنا زي كذا، فاهمين؟ وإحنا نسولف لكم إذا حبيتوا زي الأشياء من الفلوقات روبلوكس. أنا أقول لكم ما راح أقطع، لكن لو عندكم أفكار يا جماعة اكتبوا لي تحت في التعليقات. روبلوكس أصلا متغير يا جماعة، صار يعني ما أدري أحسها نازلة مرة للأطفال، وما سمحت صار يلعب فيها كثير. ما أقول لكم إن أنا ماني صغيرة، لا أنا يعني كبرت شوي عنها. وإذا تبون مثلا ألعب ألعاب ثانية أسوي لكم فلقات، و يا خليني أوريكم كيف طريقتي. يلا صح زي أقول لكم يعني مبارك عليكم السنة الجديدة، بس
2024 نكون نرجع نرجع كذا جديدة معنا السنة بعد لها أسبوع بس يلا. ويا هلا الحين بوريكم البرامج يا جماعة. إذا في صوت خرفش ترى أنا لابس السماعة حاطة مايك ف يعني سو سكيب شوي للموضوع. أول شيء يا جماعة هذه ممكن أغلب البرامج اللي أنا أقول لكم اللي ممكن تستخدمونها إذا بتفتحون قناة. عن نفسي بقول لكم أنتم متبتئين في القناة باليوتيوب سواء فلوقات أو ألعاب يا جماعة إذا كانت عندكم القدرة على شراء لابتوب أحسن لكم، ويا ريت اللابتوب يكون من نوع يعني كويس حتى لو هواوي حتى لو يكون سامسونج. هذا سامسونج فيه عندهم مدري يكون هذه الأنواع أو مثلا ماك بوك. يا جماعة الماك بوك فيه تطبيق منه وفيه اللي هو مو لازم تحملونه حتى يكون موجود، مو زي موفي يا جماعة. هذا موفي اللي أكس ده يكون تطبيق بنفس اللابتوب مرة كويس. أنا صراحة قلت ترى نص شرط الأيباد عشان أصور يوتيوب، تخيلوا كان عندي شهر الأيباد اشتريت تقريبا قبل 6 شهور أتوقع. فأيوة أول الأيباد اسمه أيباد مو أير اللي هو الأيباد حق أبل اللي كذا يجي منه ألوان لونه أزرق، وهو أيباد يعني يجيكم زي أيباد أير، هو من أبل بس أيباد أير وهو آخر أصدار نزله أبل، فمرة كويس سعره أصلا حلو. سعره بقول لكم نص المحلات بيع ب2000 ريال 2100 زي كذا على حسب الجيجا بايت، واصلا حجمه واحد اللي هو 10.9 انش مره كويس وينفع لكم للامان منهم عصافير ما عليكم يعني زي كذا. سو اول شيء من البرامج اللي انا مره استخدمها كثير شوفوا بلقطه شايفين. اول شيء خليني افهمكم الطريقه. انا استخدم دائما غالبا للمونتاج استخدم انشوت، هذا غالبا غالبا اوكي. تبي تفتحين قناه حملي استوديو يوتيوب، دون استوديو يوتيوب ما راح تنفع اساسا القناه. انا كمونتاج طبعا دايم دايم على هذول الشيئين اللي هو باسرت ما ادري شو اسمه اللي على حرف البي ذا في ليلى صور المهم، وانشوت هذول اكثر تطبيقين انا مره استخدمهم. اذا انا مره يعني ابي تصاميم واشياء زي كذا استخدم هذول التطبيقين، هذا كشاشات سوداء وما عليك من ايام 2021 معلقه، و فيديو ستار للتنقية يعني يكون كويس. تبون فيديوهاتكم تكون حلوة وأشكال حلوة وغريبة حطوا كب كات أسهل أصلا ما يبغى لمونتاج وعلى طول تحطون بس المقطع يطلع لكم. تبون صورة عرض مرة حلوة كانفا خطير في صور العرض هو باترت مدري شو اسمه برضو. كيف تبون تقصوا مثلا صور العرض هذا صحنا في صور لكن نصها بفلوس دا هذه كلها إنه بفلوس تكون تمام مالكم صورة فلوس. أما بنترست يكون يطلع لكم مثلا شاشات سوداء أشكال تجيبونها تحطونهم هنا. بعد أنصحكم نصيحة هذا تقدرون تسوون منه صور الفيديو حق اليوتيوب تكون مرة حلوة، حتى لو أنتم مثلا شو اسمه بتسوون يوتيوب تيك توك أو انستغرام أو إلى ما هو تستخدمون انشوت مرة خطير لكل هذه الأشياء. كرينج باند أنا ليش أستخدمه؟ أولا كرينج باند عشان الحقوق يحفظها لكم. اوكي نرجع لكم. طبعا اول شيء عندنا انشوت زي ما قلت لكم تستخدمون لكل الاشياء انستغرام سناب شو اسمه تيك توك اي شيء. كوب كات بعد اذا عندكم مقاطع مثلا تيك توك تبي تضبطونها يكون مره يضبط لكم اياها ويوصل لكم اياها اسرع بدل ما انتم تقعدون تحسون وتمنتجون زي كذا. نتكلم لكم بعد على كريك باند مره خطير ذا البرنامج، صوتيات الجوال كل شيء كل شيء فيه هو. انا صراحه مره فادني ونفعني. تقدرون مثلا بدل ما تتعرضون انكم تاخذون باند من اليوتيوب تعرفون 3 باندات اليوتيوب تحذف قناتك، وانا عندي اصلا ماخذ باند واحد من اليوتيوب. طبعا هذا تسوون لكم اشياءكم الخاصه يعني مثلا تبون عزف بيانو اشياء اصوات تجون تحفظونها هنا بعدين تحفظون مع المقطع. طيب يقولون ترى نفس الشيء، لا مو نفس الشيء، هو يطلع لكم انتم حقوق خاصه فيكم فايوه عشان ما يحذف المقطع ويتعرض لاي شيء. اوكي الصراحه شوي صار فيها. المهم تعالوا أوريكم كيف استخدم هذا البرنامج. طبعا عندكم كلاود اللي هي الصور تجيكم زي كذا، خلنا أوريكم اللي هو الدمج. اوكي انا بحذف لان انا مره عندي صراحه صور كثير. اوكي الحين بوريكم مثلا ايش نقدر نستخدم مثلا دقيقه. لا اوكي دي الصور الحين دقيقه نقدر نحطها افقي او شيء زي كذا. اقول لكم ينفع للانستغرام سناب تيك توك كل شيء انه يجيكم مثلا زي كذا وتتطول او زي ما قلت لكم راسي اللي هو او افقي. انا اشوف هذه الطريقه جدا حلوه تحطون منها مثلا استيكرات كذا مثلا
فأحس إنه مرة ينفع. وبعدين هنا حفظ وخلاص تكون الصورة عندكم بشكل واضح. طيب دحين بجيكم من ناحية الصور مرة خطير. طيب هذه الصورة دمنا صورناها فخلنا نستعملها معاكم. أنا دحين بسويها صورة مقطع. تجيب حجم الصورة على حسب مثلا في اللي هو برنامج إكس وفي اللي هو جوال أبل وفي اللي هو الانستغرام والشورت. يوتيوب يا جماعة يجيكم زي كذا طيب، أو زي مثلا برنامج إكس تمام، بس برنامج إكس يا جماعة يجيكم أنحف شوي. فيسبوك لا أبدا لا تخذونه لأنه مرة نحيف، فأفضل شيء تخذوا لكم كذا تقريبية مثلا كذا كذا فمين، ويجيكم مثلا تعرفون الناس اللي يسوون كذا وتجيكم الخلفية من ورا شفافة على حسب أنت تحددون على حسب الشيء اللي أنت تبغونه. مثلا أنا باي كذا حذفها. طبعا استكرات في عندكم تختارون من الصور اللي عندكم في اللي هي اللي تجيكم كذا تمام تمام. أوكي الحين عندنا نجي للفيديوهات. مثلا فيديو هو جدا قصير لكن أنا بفهمكم طريقة البرنامج أكثر. طبعا هذه العلامة دقيقة خليني أفهمكم أكثر. تبون تشيلونها؟ أنا ماني مشترك حرفيا بالبرنامج، فتبون تشيلون ذي العلامة حقت إنشوت تضغطون على إكس تدخلون تتفرجون إعلان. فيعني أوكي مثلا بنحط كذا الصورة على حس إنها هذا المقطع سويا. نقدر نحط مثلا نص واستيكرات وجي بي اف مثلا، هذه الاشياء اللي تجيكم زي كذا على حسب ما تكتبون. مثلا دقيقه بك مثلا 2024 هابي نيو يير كل شيء تشوفه هي بتبان بالمقطع اكثر. دقيقه شوفوا اوكي شايفين كيف فكره مره حلوه. عندكم سرعه تسرعون المقطع يعني شوفوا ثم راح يكون شيء المقطع يعني بيكون سريع مره. تبطئونه كذا يعني هو على حسب، او بتخلون على شيء حجم الصوت يمدينا نوطي الصوت وخلاص. نقسم المقطع عشان اذا نبى مثلا نحط زي اللقطه. سو عندنا الاختصاص. اختصاص يعني في شيء مثلا انا ما ابي يبان بيبان، في اخفاء وفي تعميم وفي تاثيرات الفيديو. الاصوات اللي ما تبونها يعني تجي. احلى شيء في التطبيق انه في اعاده مثلا اذا انا غلطت بشيء. في عندنا التأثيرات يا جماعة، تأثير الذكاء الاصطناعي، في إنكم مايك، أنا مثلا نقدر نحط صوتك اللي هو تدخلين على الموسيقى وتحطين سجل. أسجل صوتي أكثر. فايا أتمنى إنكم تكونون فهمتوا. طبعا الحين كذا يكون خلصنا من تطبيق إنشوت. بنبدأ بتطبيق مدري شو اسمه ذا بانت مدري إيش. المو حلو بالتطبيق إنه بفلوس، وصراحة سعره أبدا مو رمزي يعني ابدا، اقول لكم من ناحيتي ابدا مو رمزي. من الاشياء الحلوه بالتطبيق ان عنده مثلا ندخل على ترى دائما يجيني لاك فيه اللي هو تدخلين على تناسب واضح لكم اتوقع، في اللي هو يوتيوب واكس وبنترست وفيسبوك ذا و انستغرام. تدخلون على اليوتيوب خلاص تحطون تطبيق اوكي كذا تمام حلو. صوره مثلا اسوي كذا تمام تمام اوكي. احلى شيء في اللاصق انه في استكرات لا تعد ولا تحصى، اما اللي عليها تاج هي بفلوس. بس الاستكرات اللي فيه مره حلوه. مثلا عندنا نيو يير نحط بعد كذا مثلا هابي نيو يير مدري وشو مدري ايش مكتوب. مهم انكم تكتبون. عندكم طبعا خطوط بس نص الخطوط يعني بفلوس، بس تقدرون تحطونهم لو انتم اول مره تستخدمون البرنامج. بيعطيكم تقريبا حوالي شهرين مجاني بس مو كل الاشياء. طبعا تقدرون تسوون الحد انكم تحددون الاشياء زي كذا شايفين. فكره التطبيق مره حلوه واتمنى لكم فهمتوني. تقدرون دحين عندنا الكوب كات. كوب كات يا جماعه اسهل تطبيق شفته في حياتي. احط صوره تطلع لي صوره ثانيه دايركت مره سهل. شو اسمه عندنا طبعا مقاطع يسوي لك كل شيء. تختارين القوالب، المشكله جايب العرض بس في قوالب تختارين على حسب الشيء اللي انت يناسبك. مين قاعد تكلمينها؟ منصور شفيك ما عليكم فصلت منصور ايش تبغى؟ هذه تانا تانا مين ما كلم احد قاعد اصور مقطع. ايوه قاعد تصوير ما قاعد تصورين مقطع. ايوه ليش ايش فيه مقطع في شيء؟ منصور طبعا جاي حارش ما ادري ايش يبا كذا بس طناخه. اوكي في البدايه طبعا عندكم ذا تحذفونه اللي اذا تبون ما معناه متكب كات ما انا ما احب تبان لكم في البدايه. فعندكم زي الفلاتر مره كنت استخدمه كثير ب 2021 انا ترى جتني فتره حذفت كل تصاميمي
كنت ما أبي أكسب ذنبه كذا، فحذفت كله مرة، كنت أنزل كثير. بس الحين عندي تصاميم لو تعرفون، تخيلوا كان عندي تصميم مواصل 30,000 مشاهدة حذفته. الآن ندمانة؟ لا طبعا ماني ندمانة مرة، بس إيه عندكم طبعا الصور والمقاطع تقدرون تمنتجون فيديو كامل، يعني كل الطبقات اللي قاعدة أصور لكم اختاروا منهم واحد لو تشبان. أوكي عندنا موفي ستار، المشكلة أنا دحين ما عندي قوالب، بس بوريكم الفيديو جبكم. المهم أن تدخلون هنا على علامة الزائد وما إلى ذلك، تختارون تحرير الفيديو، ترى سهل. على العموم أنا أساسا التطبيق ذا يعني أحذفه وأرجع فايا. شوفوا زين زي كذا التصميم، ما أدري عدا نزلته ولا لا. ذا أنا من دحين أقول لكم ذي مع سارة. أدري هو اللي غير لي حالي وما كان تصميم برضو، اكتبوا تحت في التعليقات. أوكي مرة ذا حلو التطبيق آي موفي، ما أقول لكم إني أستعمله، إني أصلا ما أستحمله جديد لأنه أصلا تغير شوي بشكل، يعني ما أقول لكم قلت إيش. أوكي ما بجيب لكم، لا دقيقة حق اختبار والله غير اللي بتجلدني. أوكي نسوي إنشاء فيلم هذيك يا جماعة، إذا تبون كارد. اللي ما أحب بذل برنامج إنه كذا يعني مستفز، ما أدري كيف أقول لكم، العناوين كل شيء فيه مستفز أكره، بس إنه هو من نفس الأبل ويلا يعني عادي زيادة عدد على قولتهم. so إذا أنت يوتيوبر أهم شيء يكون عندك ذا البرنامج، زي ما تشوفون الحين أنا كل مقاطعي تبالي مشاهداتها الربح. طبعا انا ما اقول لكم من ذحين انا ما اربح ريال واحد من اليوتيوب، وحاط المشكله بطاقتي وكل شيء، بس ما اربح ولا شيء. شوف مثلا يبين لكم المشاهدات واللايكات الكومنت اوكي يوريكم المحتوى واحصاءات الفيديو، انه حتى يسوي لكم جدول اسبوعي ان انت هذا الاسبوع ايش سويت. بس انا عشان ما انزل صار اصلا ما يقول لي اذا انا سويت ولا لا. هنا يبين لك المحتوى حقك، مستوى العرض والقيود، يعني انا في كثير عندي مقاطع قيود يعني مقيدة. هذه مثلا المقاطع اللي واصلة هذه الأيام آخر 28 يوم إيش. أوكي هنا المشاهدات، المشتركون ارتفع بآخر 28 يوم 2، وقت المشاهدات بالساعة تخيل 2.7، مشاهدات نازلة يعني 600 أقل من العادة. المشاهدات في آخر 48 ساعة 22، يعني يعتبر كدعمكم. هنا التعليقات اللي آخر شيء نزلت وتحقيق الربح، هل أنا أخذ من اليوتيوب شيء؟ لا ما أخذ أي شيء. اللي يفهم أي شيء كيف أخذ أنا منه فلوس يكتب تحت في التعليقات، معني أنا واصلة للعدد اللي هم كانوا طالبيني مني أول. لكم إحصاءات وكل شيء، كل شيء أحس. والفيديوهات المباشرة والشارت، أول شارت نزلت هذا إنه آية قرآنية، وعندي شارت وصل 17,000. حلو هذا 3,000، هذا 17,000، يعني الشرط ممكن. هذا ها شوفوا قيود وحقوق اصلا ممنوعه، فصرت ما انزل اساسا لا شرط. اوكي هذا شيء خاص فيني او التشغيل، مره يساعدكم. شو اسمه التشغيل اصلا ما حد يشغله. طبعا هذول المشاهدين تضغطون مثلا يورون لكم اخر 7 ايام مدري ايه، فيديوهات الشرط، اشياء مره كثيره يبين لكم اياها اكثر اليوتيوب شاية. وبس والله حبايبي في نهاية هذا المقطع، أتمنى الكل يحط لايك شير سبسكرايب، أتمنى الكل يساهم في يعني إن نوصل 2,000 مشترك، فشدوا حيلكم خلينا نوصل 2,000 مشترك عشان إن شاء الله بإذن الله أحاول أضغط على نفسي وننزل يوميا. فلا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، أحبكم، باي.